الفل. اوكي. مساء الفل على احلى ناس في الدنيا واحلى فانز، بجد بحبكم قوي 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 قوي. والنهارده المفاجاه اللي كنت محضره لكم بقالي اسبوع، ان النهارده داخله اسجل اول اغنيه ليا واول حاجه هعملها في حياتي الفنيه، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. وفضل دعمكم ليا وفضل دعم ستار اكاديمي واللي حققته النهارده، انا بتعامل مع اكبر ملحنين الوطن العربي. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس بجد بحبكم وهغني لكم اغنيه من اللي انتوا بتحبوها مني واللي كنت مغنيها في ستار اكاديمي. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. وأطير وأرفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة. واه من الملامة، سألوني كتير سألوني كتير سألوني سألوني عليه، بتحبيه؟ ايوه ايوه وهنكر ليه؟ وبصوا لي ملام وقالوا لي كلام جراح، فرشوا لي الارض فرشوا لي الارض دموع والشمس جراح، كل ده كله عشان حبيت ولا عشان قلت انا حبيت؟ لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة. وأطير وأرفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة وانا بخاف الملامة. واه من الملامة. ميرسي قوي ليكوا، يا رب ان شاء الله كانت افضل على عند حسن ظنكم ودعمكم ليا. استنوا الاغنيه واخلي اسمها مفاجاه ليكوا، بحبوك قوي قوي قوي. وهاشتاج شجع هايدي موسى. بالنسبه لهايدي اليوم، اول شغله بدي احكي عنها هي صوت بالحكي، قبل ما احكي عن المغنى، لانه لما بلشت تحكي هايدي بفتكر لانه عتليني هام انه الوقت يسبقها او عامله كالكول قديش الوقت اللي عندها اياه، حكيت بطريقه كثير سريعه وبينت انه هي كثير معجوقه بالحكي ونفسها مشدود. حتى هي وعم تحكي عم نسمع صوت النفس، وهذا الشيء بيتعب. وانا بالنسبه لي الالقاء بالحكي كثير مهم عند الفنان كمان، لانه هو شيء اساسي تنقنا عن الناس، انه الالقاء يكون مريح ويكون في انتوناسيون مضبوطه بالحكي. هذا الشيء اللي ما كان عندنا اياه عند هايدي ولازم تنتبه له. بالنسبه للغنى، وبلشت هايدي شاده وراسها مرفوعه لفوق وحنكها الفك كثير مشنج، حسيتها احسن من ناحيه صوت الصدر والميديوم لو والميديوم الواطي. ولكن اول ما بلشت تطلع الميديوم والميديوم العالي كان الصوت مزروق، في محلات كان نزال ما عم بيرن، وحتى انستابل يعني ما فيه ثبوت، يعني النوتات عم يرجفوا كانوا. دونك انا بدي اقول لهايدي انه لازم تطبق يلي عم تاخذهم بالتكنيك، ان كان بالنسبه للنفس بالحكي او بالغناء او بالنسبه لبوزيسيون الصوت، لانه امكانياتها الغنائيه كثير حلوه وخامه صوتها كثير حلوه، بس بدها تعرف تستخدم صوتها مزبوط تتحافظ عليه وحتى تنميه وتبلش ترتاح بكل الرينج تبع صوتها، ومش وقت اللي بدها تجي تعطي نيوانس، لانه عم تقدر تعطي نيوانس وحلوين صوتها بده يخونها. اول شيء هايدي ما عجبتني ابدا بالحكي،
صارت تحكي كله لورا. هيدي اول غلطه، اذا بالحكي بلشت لورا. وقد ايه بنحكي على الديكسيون وقد ايه بنشتغل على الديكسيون، ما كنا حكينا شيء. بعدين بس بلشت بين خي بين شوي الصوت لقدام وقلنا دافي صوتها وبلشت تعطي. لما جينا تنكمل طلوع مثل ما بنعمل عادة بالفوكاليز، ما أنا لأني موجود بضلني لحقتها على كل نوتة تهي طالعة ضلها تجيب صوتها لقدام. هلأ أنا مني معها تضل صوتها لقدام، ما عم بتفكر زيادة شو عم بصير. هيدي شغلة، هيدي يمكن من أضعف تلاميذ عندي بالصف، لأنه ما عم تستعمل ذكائها، وهذا شيء خطر كتير عليها أنا، لأنه هاليوم أبداً ما عجبتني. هايدي صار عندها مشكلة مش من زمان، كانت أريح قبل. أنا بعرف شو المشكلة وهي بتعرف شو المشكلة، بس بلشت المنافسة تصير أقوى، عم بتخاف كتير، عم تعطي الهم كتير. هي قالت لي أنا عم خاف، أنا خايفة بس تطلع توقف قدامنا تغني أو تطلع تغني على المسرح، عم بتخاف كتير، عم بتحمل الأشياء أكتر ما لازم. أنا بالنسبة لإلي هايدي لازم ترتاح، لازم تنسى إنه هي عندها علامة أو بدنا نقيمها، لازم تغني، ترجع تغني براحة وبمتعة. وأنا رح أنا يعني رح أقعد معها، رح أحكي معها بالموضوع، لأنه أنا أكيدة إنه هيدا كله خوف، لأنه لما يشوف الواحد ويسمع صوتها كيف هو قديش حلو وقديش عندها إمكانيات، وتكون فرجتنا إياه أكتر من مرة، وترجع تصير تبين إنه عم ترجف وعم تحكي بسرعة، هودي كلهم علامات خوف، هودي علامات حدا مش واثق من حاله، مع إنه أكتر وحدة لازم تكون واثقة بحالها هي وعم تشتغل هي هايدي. لازم تتساعد نفسياً، حد إنه تتساعد تقنياً طبعاً، لحتى هايدي تعطينا يلي عندها إياه أصلاً ومنا بحاجة تفتش عليه لتلاقيه، لأنه هو موجود فيها جواتها. رح كون شوي قاسية مع هايدي لأني بحبها ولأنه بلاقي أنه عن جد من أجمل أصوات الأكاديمي، ولكن عملت شيء نحن أنا شخصيا بعتبره بالفرنسا منقول solution de facilité، يعني راحت على الأهيان. أول شيء بلشت تحكينا عن ألبوم جديد عم بتحضره، غنية جديدة سينجل. انا قلت انا اف بركي حدا سعاده غن يعني حضرت شي غنيه جديده، كتبت لها شي غنيه جديده، حكتنا عن شيء شم ولا تدوق شوي، غنت غنيه غنتها بستار اكاديمي، يعني ما تجرأت حتى تغني شيء جديد، شيء ما شافوها الناس فيه بستار اكاديمي. بس هي مش مغنيه هلا بستار اكاديمي، قالت انه انا غنيتها، هي عم بتقول للناس انه غنيتها، بس هي بعد هلا ولا مره غنتها بولا برايم. فكرت انا غنيتها هي بعد ما مرقت فيها بالبراند، بس هي كانه بال24 هي بترندحها، بس مش مغنيتها بالبراند، ما بعرف، بس حسيتها انه راحت على شيء يعني كانه متمكنه منه، وبينت انه مش متمكنه منه، يعني راحت على يلي بيشبهها، بيشبه صوتها، وغريب انه طلع انه مش متمكنه منه. فمشان هيك لقيت انه يلي كتبته او يلي عم تحكي عنه مش مركب مزبوط، مش ماسك مزبوط. واذا انا عم بشوفها على انستغرام، عم بشوف شو عم بتقول على انستغرام، بلاقي هالضياع فيها، يعني هالضياع يلي ببين انه مش ثابت، وبفتكر انه عدم ثبات صوتها هو جاي من هيدا الضياع. أنا مبارح كنت عم بحكي مع هايدي بالصف، قالت لأنه أنا ما كنت خيفانة، يعني بالبرايم مبارح ما كنت خيفانة، رح أحكي أنه عن صوتها لأنه بالبرايم واليوم بيشبه شوي، يمكن الخوف أقل من قبل، يمكن بلشنا نشوفها أحلى شوي من البرايمين اللي قبل، بس أنا بعد مش هايدي هايدي اللي بعرفها وقتها أول ما غنت بالبرايمات، أول ما أجت فعلا كنت مبهورة بصوتها. حسيت انه المشكله تبع هيدي مش بس قصه خوف، قصه انه هي مشتت تركيزها، يعني مش قادره تعطينا التركيز اللي كان عندنا اياه قبل، في شيء شغلها راسها، يعني مش قادره تعمل فوكس على المغنى، لانه هي بتغني اكيد احسن من هيك بكتير،
يعني ليه بس بده يجي نوتات شوي اعلى، بدها تتلبك وبده يسكر صوتها وبدها تتشنج حنجرتها، ليه؟ ما في سبب يعني. بتخيل هيدا في 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 شيء براسها لهيدي، هو شغلها راسها، بركي المنافسة، بركي عتلين هم النتيجة، بركي ما بعرف، بس هودي كلهم عم بيكونوا عائق قدام انه ترجع توصلنا بهال الابهار اللي كنا فعلا يعني نحنا بننطر هايدي شو بدها تغني تنستمتع، مش تنحكم عليها، مش تنقول شو 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 وضعها. حكينا امبارح بالصف وكل الاساتذة عم يحكوا وحدثك رح ترجع تحكيها، تنرجع نشوف هايدي فعلا مركزة 100% على المغنى، لانه في صوت كتير حلو، في صوت رائع، في امكانيات كتير حلوة، في عرب مخيفة قد ما سلسة وحلوة، بس المشكلة هي انه نرجع نحس بهالجمالية وهالانسجام وهالتماسك بالصوت تنرجع نحنا كمان ننبسط.